ابو جبل وطارق حامد، انتوا الاثنين خلاص عقدكم خلاص ايامه بيخلص يعني، فانتوا فري خلاص هتروحوا اي فريق انتوا عايزينه. بس الغياب المطول بتاع طارق حامد وبتاع ابو جبل كمان بعد كاس الامم ايه، مش فاهمه شويه يعني. اكيد اللي هيتكلم فيه طبعا اللجنه الطبيه يعني طبعا. دكتور محمد اسامه اكيد هو اللي يقرر اذا كان اللعيب فعلا مصاب او ولا لا. وده كمان كان كلام طلع قاله امير مرتضى منصور يعني، لما اتسال هل ابو جبل ليه ما شاركش في ماتش الاهلي حتى مش احتياط ولا تواجد على مقعد الاحتياط، قال لهم انا ما عنديش معلومه اكيده هل ده فعلا هو تهرب من المباراه او لا. يعني هو كل الكلام اللي يقدر يحسم هو طبيب محمد أسامة طبيب الزمالك، هو قال ان هو اللي يحسم الامر ده، وبناء عليه ان الزمالك طبعا فتح تحقيق زي ما اعلن مرتضى منصور في احدى مداخلاته ان هو هيعمل تحقيق مع طارق حامد ومحمد ابو جبل يعني يحقق بقى الفتره الاخيره هل فعلا يعني غياب طارق حامد وغياب ابو جبل هل فعلا كان في اصابات ولا لا، هل كان بيتغيبوا قصدين عشان فكره العقد بتاعهم بيدعوا الاصابه عايزين يهربوا من ماتشات او لا. كل الكلام ده يعني لسه التحقيقات شغاله يعني، التحقيق المفروض زي ما اعلن من مرتضى منصور ان هو هيبقى يوم الخميس اللي فات، واحنا خلاص يعني داخلين اهو في اسبوع ولسه يعني احنا محتاجين ان يبقى فيه معلومات اكتر، كمان معلومات اكتر عن اللعيبه الغايبه. فتوح احنا مش عارفين فتوح فين، كان يعني يعني حصل له حادثه وتمنينا له الشفاء، بعديها بكام يوم اكتشف انه عنده كورونا واتمنى له الشفاء، بس هي كورونا ما بتقعدش كل ده. في مضاعفات بعد كورونا، بس هو ما حدش اعلن انه هو عنده مضاعفات، احنا كل اللي بنسمع عنه عدم الجاهزيه. طب عدم الجاهزيه ليه؟ نفسيا يعني ولا بدنيا؟ ما نعرفش، ما حدش طلع يعني بيان او ايه الحاله بتاعت فتوح بالظبط. يعني في غموض كده مش مفهوم، هل اللعيبه مثلا يعني مثلا حد عايز يحترف بيعمل كده عشان خاطر يحترف بيضغط على النادي مثلا زي ما كنا بنشوف مثلا محمد مصطفى محمد قبل الاعتراف كان قد ايه بيضغط على اللجنه ان هو يطلع يحترف؟ ما نعرفش. طارق حامد برضو انا ليا عتاب، بس طارق حامد كان بيتاهل كان بيعمل كان مع طبيب في اسبانيا وكان بيعمل تدريبات تاهيليه. طارق رجع يوم 19 اللي هو كان يوم حد، في اسبانيا الويك اند بتاعهم ايه؟ سبت وحد. فانت يا هنقول ان طارق حامد كان عنده جلسه مع الدكتور يوم الجمعه. اولا الدكاتره يعني اكيد ما بتقعدش اليوم كله، هنقول ان هو بيمشي الدكتور الساعه 5، كان ممكن طارق ياخد طياره بالليل صح ولا لا؟ صح. ويوصل مصر يوم الجمعه، مش هقول ان هو هيشارك، بس كان نفسيا يبقى مع الفريق سبت وحد ويبقى موجود بس في الاستاد يساند الزمالك. لكن عدم وجوده ورجوعه يوم 19 وانت عارف ان الماتش يوم 19 عليها علامة استفهام كبيرة وعليها يعني زعل ولغط كتير جدا من جماهير الزمالك، مش فاهمين انت مؤخرا بقيت عامل كده ليه. صح. يعني احنا شفنا كمان ان يعني سيف الجزيري كمان كان يعني هو رجع من المعسكر بتاع تونس قبل ماتش القمه، هو غاب على ماتش القمه بسبب رجوع المتاخر وان هو ما اتدربش بشكل كافي، ومع ذلك كان متواجد في المقصوره الرئيسيه وساند الزمالك. فده كان موقف جميل جدا من سيف الجزيري ان هو بيساند الفريق وعايز يتابع المباراه، على الرغم من ذلك يعني ما شفناش ده من طارق حامد. وشفنا ابو جبل؟ ما شفناش ابو جبل. فين ابو جبل؟ يعني ابو جبل راجع من كاس الامم، هو يعني يقال ان هو مصاب، بس احنا ما حدش قال لنا في المنتخب ان هو مصاب بالظبط. ففين ابو جبل؟ وكان اعتقد في اخر مباراه كان هو احتياطي يعني كان في دكه البدلاء. هو اتصاب امتى بقى لما رجع؟ مش عارفين. فين ابو جبل؟ فين طارق حامد؟ فين فتوح؟ مش عارفين. اصابات؟ طب ممكن عايزين بقى تعلنوا للجمهور ايه طبيعه الاصابه، ايه اللي يخلي الاصابه الطويله قوي دي لطارق حامد ويشارك في النص ويرجع تاني تاهيل؟ مش عارفين. يعني غموض كتير حوالين الثلاثي ده مش مفهوم، ومن حق جماهير الزمالك تعرف مين معاها ومين مش معاها. طبعا طارق حامد هنفترض ان هو خلاص طالع لاي بلد يحترف او حتى في مصر، هنفترض دلوقتي يا طارق حامد انت بينك وبين جماهير الزمالك عشره بقالك سنين مع الزمالك، من حق الجماهير عليك ان انت يوم ما تمشي تمشي من بطريقه كويسه من الباب الواسع مش من الباب الخلفي، عشان الجماهير دايما تفتكرك بكل خير. كذلك ابو جبل، كذلك فتوح، لسه فتوح عقده مستمر مع الزمالك بس احنا مش شايفين فتوح.